يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض تفاسير السلف تفسير قوله تعالى ما نفدت كلمات ربي. نعم. يقول في بعض تفاسير السلف في تفسير قوله تعالى ما نفدت كلمات ربي، أي علمه وحكمه، فهل هذا تفسير صحيح أم لا؟ ما أدري وش هالتفسير اللي تقول، لكن هذا ما هو صحيح، ما هو المراد بالكلام العلم، المراد بالكلام على حقيقته، على حقيقة أن كلام الله لا نهاية له، لأنه يأمر وينهى ولا يزال يأمر وينهى سبحانه ويتكلم، لا يزال الله يتكلم جل وعلا بأوامره ونواهيه الكونية والشرعية، فلا ينفد كلام الله عز وجل أبدا، ولا نهاية، لا بداية له ولا نهاية له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. كلماته التي يأمر وينهى بها ويدبر ليس لها بداية ولا نهاية، فلا تنفد كلمات الله عز وجل، وليس المراد العلم. نعم.